مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي. والاهلي يحاول، الاهلي النهارده بيحاول اسطوره كبيره جدا. هو الاهلي دايما عودنا على الاساطير، اساطير الله يرحمها واساطير ربنا يديها طول العمر. اساطير الله يرحمها زي المرحوم صالح سليم البيج بوس بتاعنا زي ما بيقولوا، واساطير عايشه في الكوره في الاداره في كل حاجه. عندنا بيبو اسطوره كبيره جدا كانت في الكوره، وان شاء الله في الاداره تكمل، ان شاء الله تبقى اسطوره من اساطير الاداره. عندنا بوتريكا، عندنا بركات، عندنا مش عايز انسى اسماء، عندنا كابتن مصطفى عبده، عندنا كابتن مصطفى يونس، عندنا اساطير كتيره جدا 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 جدا، وعندنا اسطوره كبيره جدا في التدريب، اسطوره اقنعت الجميع ان هو فعلا اسطوره، ساحر عبقري مقنع زي ما انتم عايزين تقولوا، قولوا راجل اقنع الجميع ان الكوره مدرب وليه دور كبير جدا 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 في نجاح المنظومه. مدرب كمان اثبت للجميع ان المدرب مش فنيات بس، مدرب شخصيه، وشخصيه تقدر تنجح وتقدر تهدم اي حاجه، تقدر تنجح اداره باكملها بشخصيته، ممكن تخلي اداره فاشله باكملها مع انها موفره له كل الامكانيات، لكن الشخصيه هو اللي اقنع الناس، هو اللي اثبت ان الشخصيه فعلا حاجه مهمه جدا جدا في مدرب الكوره. معانا اسطوره عظيمه جدا، ما اثرتش بس في الاهلي، اثرت في الاهلي، اثرت في الكوره في مصر، في افريقيا، في الوطن العربي كله، اقنع كل الجماهير النادي الاهلي بيكسب في الدقيقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه لغايه الدقيقه 90 واللي بعد ال 90 كمان. وادانا كاس العالم للانديه وحصد بطولات ولا اروع من كده. حاجه كل الاهلاويه حاطاه جوه قلوبها، حابب كل الناس فيه، يخوفك في ثانيه ويحببك فيه في ثانيه. اسطوره فعلا، نفسي تفضل كتير جدا 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 وتاثر في الناس اكتر واكتر. حاجه مقنعه جدا زي ما قلت لحضراتكم، الجماهير من الصغير للكبير عارفين ان هو ساحر، قالوا له عبقري، اقنع الجماهير بيه وحبوه باقناع، مش حب بس، مش هتافات بس. وانا عارف وانتوا بيني وبينكم مصداقيه ان احنا بنتكلم دايما في السليم، في المضمون، في الصح، ما بنقولش اي كلام وخلاص، بنقول الكلام فعلا للشخص اللي يستاهله. اسطوره بكل المقاييس، ساحر بكل المقاييس، عبقري بكل المقاييس، طلع جيل ورا جيل، طلع ابطال، طلع نجوم، جاب بطولات لسه دلوقتي ولغايه دلوقتي كل الجماهير الاهلاويه بيقولوا الساحر العبقري. معايا النهارده اسطوره التدريب في مصر افريقيا والوطن العربي، الساحر مانويل جوزيه.